وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالسنن، ومع سنن ابن ماجه نبدأ بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، باب أكل الثوم والبصل والكراث. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثنا إسماعيل بن عليا، إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن عليا وهو من أساطير المحدثين، كان يقول: أنهى أحدا أن يسميني ابن عليا. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن سعيد بن أبي عروبة ومن الثقات اختلط في الآخرة، عن قتادة وهو أثبت الناس في قتادة، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي من الثقات الأثبات من نوادر الحفاظ، عن ثان بن أبي الجعد الغطفاني وهو أيضا من التابعين. ترى هنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: سالم بن أبي الجعد من الثقات وثقة بن معين، وأيضا أبو زرع الرازي والنسائي والعجلي. المعدان، معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال ابن سعد ثقة، وقال العجلي ثقة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، قام يوم الجمعة خطيبا فحمد الله أثنى عليه، ثم قال: يا الناس، إنكم تأكلون الشجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع، فمن كان أكلهما فلا بد فليمتهما طبخا. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة ومن أساطير المحدثين شيخ الإمام الشافعي، يدلس ولا يدلس إلا عن الثقة، عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب قالت: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه من بعض البقول فلم يأكل، فقال: إني أكره أن أؤذي صاحبه. وبسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث، فقال: ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وبسنده عن عقبة بن عامر الجهني يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لتأكلوا البصل، ثم قال كلمة خفية: النيئ. صحيح هذا الحديث دون كلمة خفية النيء، نعم. هو ورد بسنة صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: أميته طبخا، نعم. هذا الباب كله في الكلام على أكل الثوم والبصل، والحق أن الثوم والبصل والكراث من خلق الله، من نعم الله على العباد، ومن خلق الله جل وعلا، خلق الله جل وعلا لنفع عباده، وفيه ما فيه من النفع، وفيه ما فيه من الطعام والشراب الحل ليس الحرام، لكن له رائحة خبيثة، وهذه الرائحة الخبيثة يتأذى منها الناس ويتأذى منها الملائكة، لأنه قال: إن الملائكة تتأذى بما تأذى منه ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الكراث والبصل بالقول وبالفعل، فقد نهى عن أكل الكراث والبصل وأن يأتي المسجد إذا أكل الكراث والبصل، يعني هو نهى عنه نهيا مقيدا وليس نهيا مطلقا،
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الطعام وكان في الكراث أو البصل أو البصل، فقيل له يا رسول الله أتدري ما بالمائدة؟ حتى كف وقبض يده. وأبو أيوب كان معه يأكل، فقال له كل فإني أناجي من لا تناجي، فلم يأكل واتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. وعمر بن الخطاب قال بأن رجلا أكل الكراث أو البصل والثوم ووجد منه الرائحة فأمر به فحمل، فحمل فخرج به إلى البقيع، خرج به إلى البقيع. فخرج به إلى البقيع، ولأن النبي قال إن الملائكة تأذن ما تأذن منه المؤذن، ولو كان الكراث والبصل حراما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري كل فإني أناجي من لا تناجي. أما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالشجرتين الخبيثتين، الخبث هنا من أجل خبث الرائحة، وليس الخبث هنا خبث النجاسة، ليس الخبث هنا خبث النجاسة ولكن خبث الرائحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى منه، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولذلك عمر بن الخطاب قال من أراد أن يأكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فليمتهما طبخا، فليمتهما طبخا. أغلق الأمر. طيب إن شاء الله. الحديث الثاني قال إني أكره أن أؤذي صاحبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أكره أن أؤذي صاحبي، هو يقول بذلك على أساس أنه يكره أن يؤذي صاحبه، ويقصد بذلك الملك. إني أكره أن أؤذي صاحبي يعني يكره أن يؤذي الملك، هذا المقصود. صاحبه هنا الذي قصده هو الملك جبريل عليه السلام. إذن عندنا هنا بالنسبة لهذه المسألة هي مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة الكراث والبصل والثوم، هذه الشجرات خلقها الله جل وعلا وهي طعام، هي طعام لأهل الإسلام، وهي من الطيبات ليست من الخبائث. من أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين قلنا الخبث خبث الرائحة. ولذلك قال إني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي. ومن السنة أنه إذا أكل الثوم والبصل ودخل المسجد أن يخرجوه من المسجد، وهذا فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال به أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك. والمخرج أن يميتوهما طبخة، المخرج من ذلك أن يجعلها طبخة. فمسألة الأكل، عليكم السلام وبركاته، فمسألة الأكل أكل الثوم والبصل والكراث يحل ولا يحرم، لكن إذا أراد أن يذهب إلى المسجد فلا يأكل، وإن أكل يجتهد في ذهاب هذه الرائحة، وإلا فلا يجوز له أن يدخل المسجد بهذه الرائحة، لا يجوز له ذلك. هذا الأصل في هذا الباب، الفوائد المستنبطة من الأحاديث. على المكلف أن يحسن مصاحبة الملائكة، على المكلف أن يحسن مصاحبة الملائكة. جواز التعزير في الإسلام، جواز التعزير في الإسلام، لأنه من أكل ثوم البصل ولم يغير الرائحة يعذب أن يخرج من المسجد. الضرر يزال، الضرر يزال، هذه فائدة سيرة الله في أصيلة الضرر. يتم ولا يقصر، ماذا يتم ولا يقصر. وماذا حضر الجمعة في منى مثلا، هو القصر أصلا من أجل نسخ على الراجح الصحيح. نسأل الله أن يزيل عنكم الهم والحزن، نسأل الله أن يحفظكم وأدخل عليكم السعادة والسرور دائما، الدر المكنون حفظك ربي ورضي عنك، نسأل الله أن يدخل عليك السرور دائما، وأن يزيل عنك كل هم وغم وحزن، وأن يسر لك كل الأمر دقة وجلة. أمين رب العالمين. الذي أكل الثوم والبصل والكراث لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد، لا يجوز له ذلك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.